فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل استمنى في نهار رمضان بدون جماع وهو ما يسمى بالعادة السرية، فهل يكون عليه كفارة مغلظة؟ عليه القضاء والتوبة إلى الله، أما الكفارة فهي من جامع في الفرج، مر بكم هذا، من جامع في الفرج يجب عليه، أما من جامع في غير الفرج فليس عليه كفارة، عليه القضاء فقط، نعم، مع التوبة إلى الله، نعم.